نعم تفضل يا أختي أم سليمان من الرياض. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا شيخ، أنا بناتي يصومون لأبوهم المتوفي، صيامه كان مفرط، ما يصوم اللي يعني يفطر في رمضان، فهذا يجوز ولا صدقة ولا كيف؟ هل هو كان يصلي محافظ على الصلاة؟ والله مفرط في الصلاة، يعني يضيع بعض الصلوات؟ إيه يترك، والله يترك سنين، هو يترك ومات على ذلك ولم يتب؟ والله هلا يعني يصلي هو أحيانا في البيت، أحيانا جمعة، أحيانا. لا أنا قصدي هل يترك الصلاة نهائيا أو قصدي اسمه يصلي مع الجماعة؟ لا الجماعة ما يصلي معها مرة، لكن ما يترك الصلاة. قال لي يتركها والله يا شيخ. متعمدا. كسلا يعني تكسل. إيه هذا لا يصام عنه ولا تنفعه الأعمال الصدقة إذا مات على ذلك، والعياذ ولا الصدقة ولا شيء، ولا يستغفر له. نعم. أحسن الله إليكم.